نعم، يعني أعتقد الدبلوماسية العراقية أكيد ممكن تنجح، هناك فرص للذهاب نحو تهدئة الموقف، وممكن للفصائل المسلحة، وأنا أعتقد أن إيران لن تذهب إلى التصعيد ولا الانخراط في هذه الحرب ولا الذهاب إلى حرب شاملة، وبالتالي هذا الموقف الإيراني اللي كما طرح الإمام خامنئي التراجع البطولي في استراتيجيته أعتقد سينعكس أيضا على الفصائل، ممكن بعض الفصائل بعض المقاتلين يروحون فرادا، يروحون تنظيمات، يروحون ألوية للمشاركة في لبنان غير لبنان خارج الأراضي العراقية، لكن ما أعتقد أن داخل الأراضي العراقية ممكن تنخرط هذه الفصائل في حروب لا مع إسرائيل ولا غير إسرائيل في هذه اللحظة الحرجة، وأيضا بالتالي تقطع الطريق على الدبلوماسية العراقية. أنا أعتقد الموقف العراقي اللي هو في قضايا الحرب والسلام مرهون بالدستور العراقي حصرا، واللي تعتبر مجلس النواب والسلطة التنفيذية هما وحدهم المسؤولون عن إصدار قرار الحرب وقرار السلام، بالتالي أي قرار للفصائل هو قرار غير دستوري ولا ينطبق على استراتيجية ودبلوماسية